بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اتكلم معاكم عن الكلمه اللي قالها القديس بطرس لما المسيح قال له ادخل تاني، ادخل العمق وارمي الشباك تاني. فرد رد حلو قوي، تالي كلنا متعودين على ان احنا نستخدمه ونقوله. الجزء الاولاني منه قال له قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلماتك القي الشبك. نقول كلمة اعتقد بنستخدمها كتير، حتى لما حد يقول لك اعمل كذا تقول له خلاص على كلماتك ألقي الشبك. لكن عايزين شوية نفكر فيها أكتر وبشكل أعمق. أنا عايز أبتدي من الجزء الأولاني، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. معناها إيه؟ بيقول له يعني أنا راجل شغلتي صياد، مهنتي بفهم فيها، وهو والده صياد فغالبا ورثها ابا عن جد. يعني في اماكن اسمع حد من مره كان بيقول لي في منطقه في مصر مش عارف نسبه قد ايه من السمك اللي بيطلع من مصر ويمكن بيتصدر طالع من حته قريه كلها صيادين. فبطرس شغلته كده، فبيفهم فيها. طفل صغير كبر لقى باباه بيشتغلها، اتعلمها هو عيل صغير كبر، فنونها فهم الليل من النهار من الفجر من الموسم من الشهر من السنة من كل الكلام ده، حفظه استخدمه وما جابش نتيجة، ما جابش حاجة. فيجي المسيح يقول له روح القي الشبكة تاني. هو فاهم كويس قوي انه بخبرته بكل اللي عرفه في المهنة دي في الحرفة دي مش هيجيب، لكن قال له هروح. هلغي عقلي، هلغي معرفتي، هلغي خبراتي، هلغي اللي اتعلمته، همشي على كلمتك. ويروح على كلمة المسيح، يلقي الشبك ويطلع سمك كتير قوي زي ما احنا عارفين في القصة. عايز اقوله ايه؟ ان الانسان عشان يختبر عمل الله، هقول كلمة صعبة، محتاج يلغي فكره. تقول لي ده كلام خطير، لان شفنا ناس صدقوا في الكلام ده وضيعوا نفسهم. اقول لك وانا شفت. تقول لي ازاي انت بتقول كده؟ ازاي تقول نلغي عقلنا؟ ثم طب ما ليه زعلانين من افكار او معتقدات بتقول ما تجادلش وما تناقش؟ ايه الفرق؟ الفرق واحد، انه كون متاكد انك سامع صوت ربنا بوضوح، كون متاكد انه لك عشره مع ربنا تسمح لك تسمع صوته. او نقولها بطريقه تانية، درب نفسك، ظبط حياتك على انه انت عايز تهدي الدوشه خالص عشان تستقبل صوت المسيح بوضوح. زي القديس اغاثون اللي كنا بنسمع عنه النهارده في السنكسار، انه انسان عاش مع ربنا وفي اخر حياته جت ساعه نياحته قال لهم سيبوني، عايز اتجهز للقاء عريس نفسي، عايز اتجهز لاني اتقابل مع المسيح. انا بقرا القصه ديت فكرتني بمره كان في اتنين سيدات كبار في السن، كبرت في الكنيسه وانا شاب وانا يمكن طفل، كنت اشوفهم دايما اتنين دايما مع بعض، ما كنتش اعرف دول مين. فانت رسمت كاهن
وغالبا على ما وقت ما ابتديت ترسم كانوا هم كبروا قوي لدرجه انهم بقوا قاعدين في البيت، فكنت بروح انا وقالهم في البيت. تعرفت بعد كده بيهم اكتر، طلعوا انهم اتنين توأم تعلمين تعليم اجنبي، المجلات اللي في البيت كلها فرنساوي وانجليزي، يتكلموا مع بعض في البيت فرنساوي، وناس رقيقين جدا جدا، لكن أتقية بشكل. صورتهم قبل ما ابقى كاهن وهم بيجوا واقفين في الكنيسه وبيتناولوا كانت صوره ما تضيعش من مخيلتي. لما بقيت اروح اناولهم في البيت كنت اتعجب من الخشوع والتقوى اللي بيستقبلوا بيهم دخول المسيح بجسد ودمه ليهم في البيت. فكانوا ده كتير لما اروح اناولهم كانوا يقولوا لي يا ريت تفطر معانا، فمرتب ان انا اروح افطر معاهم. فخلص اناولهم، مره بعد ما ناولتهم لسه هتكلم، قالت لي واحده منهم، قالت لي ممكن دقيقه اتكلم مع يسوع، ممكن دقيقه اتكلم مع يسوع، مش اتناولنا يلا بقى ناكل ونشرب، لا لا لا، كسفتني، قالت لي ممكن دقيقه اتكلم مع يسوع. عايز اقول انه في حد يشعر بالحضره الالهيه. الانسان اللي مظبط حياته كده يقول له اه هلغي عقلي، وانت هتقول لي اعمل ايه واتصرف ازاي، وتلاقي صوت ربنا لهذا الانسان واضح واضح. طبعا انا ببالغ شويه، ما صوتش تلغي عقلك يعني، ما تفكرش، لان احنا في حاجات لازم نفكر فيها، شغلتنا. دايما ادي المثل بتاع الطالب اللي بيذاكر لازم يشوف المنهج قد ايه والامتحان امتى، ويوزع المنهج ده على الفتره اللي فاضله، ويمكن يسيب في الاخر اسبوع يراجع. دي شغلانته العقل. فلازم الانسان يفكر في ده، دي شغل في اللي شغلته. لكن احيان كتير الطالب، نكمل في المثل بتاع الطالب، ياخد المذاكره يسرح، طب لو جاب كام يدخل ايه ويعمل ايه ويبقى ايه، مش شغلته. فبقول طبعا مش مقصود ان الانسان، لان العقل نعمه ربنا اداها الانسان، بس كمان حتى العقل محتاج انه ينور، محتاج انه يستنير بصوت ربنا. عشان كده بقول انه قال له قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا ولكن على كلمتك. هو ما قررش يتنازل ويسيبه من اللي اتعلمه ومن خبراته الا لانه وثق في اللي قال له خش تاني، فقال له كلمتك عندي كبيره قوي. وبعدين لما جاب السمك كتير، بصوا بقى رد الفعل، ودي نقطة تأكد انه كان انسان مستعد لاستقبال المسيح، انه شاف المسيح او شاف في المسيح القداسة. وقداسة المسيح عملت فيه ايه؟ انا متعود اشيل البتاع. وقداسة المسيح عملت فيه ايه؟ قداسة المسيح خلته يشعر انه خاطي، خلته يشعر انه خاطي. واعتقد انه دوت كل ما الانسان يقرب من ربنا يحس بضعفه قوي، يحس بخطيته قوي، علشان يقول يا رب ماليش رجاء غير فيك، من غيرك مصيري معروف، ومن غيرك الدنيا بتاعتي معروفه. صدقوني الحياة من غير ربنا فعلا فعلا تبقى بلا معنى. واللي يسألك يقول لك احنا عايشين ليه، ويجاوبك ويفضل يسأل. لو مفيش أبدية ما تجادلش، ما تطولش في الكلام مع الشخص دوت، لأنه هتقوله ايه؟ معاه حق اللي هيقوله، هو منطقه أقوى منك. طول ما مفيش أبدية، لما يقول لك الدنيا دي وحشه والحياه ملهاش لازمه وانه
معاه حق ومش مش تعرف توصل معاه الحاجة إلا لو ابتدى يشوف الأبدية. عشان كده لما بطرس تواجه مع المسيح حس بخطيته، قال له يا رب اخرج من سفنتي لاني رجل ايه خاطي. كان رد المسيح عليه ايه؟ اول حاجه قال له ايه؟ ها؟ لا تخف. لا تخف دي يعني مش ما تخافش من الـ من الـ من بكره ولا لا، ما تخافش يعني انا هقبلك. انت قلت انت خاطي بس، إيه انت رحت العنوان المظبوط. انت خاطي، انا اللي عندي، انا القدوس. انت تدان او مدان، انا عندي البر بتاعك، البراءة بتاعتك. انت عندك النجاسة، انا عندي الطهارة. تعال، جيت العنوان المظبوط. عشان كده قال له لا تخف. ومش بس كده، قال له بما انك خدت الخبرة دي، خبرة انك اتقابلت مع قداستي، انا هخليك مش بس تتغير، لا تغير ناس. وبدل ما تفهم في السمكة اللي صنفها ونوعها وتطلع امتى وباني سنارة وبتاع، هخليك تجيب نفوس، هخليك تصطاد ناس وتغير العالم. كلمة تتكرر كتير هنا، يقول لك ازاي تغير العالم، ازاي تغير العالم. وتلاقي كل واحد بيعمل عمل بسيط يتكلم عنه بانه كبير قوي. يعني احيان كتير لما تسمع ناس كتير هنا بالذات في امريكا لما تكلموا عن حاجة بيعملوها يتكلموا عن انها كبيرة قوي، ما ان احنا ممكن نعملها سواء في الكنيسة او حتى في حياتنا الشخصية ونعتبرها يعني حاجة عادية. تتكلموا عنها، الشخص لما يتكلم عن اللي بيعمله تحس انه يا دي حاجة كبيرة قوي. لكن اللي عايز يعمل عمل كبير بجد، يغير ناس، يتقابل مع ربنا وياخد الخبرة ديت. بس يتقابل معاه دي مش مرة. بطرس بقيت القصة انه ايه؟ تركوا كل شيء ومشي وراه، تركوا كل شيء ومشي وراه. يعني الموضوع ما كانش مجرد مقابلة وخلصت، لا دي مقابلة وكملت. وفي سكة في السكة كان في وقعات، وقعات كبيرة قوي، كان في وقعات بالذات بطرس. انا بحب قوي، من اكتر التلاميذ احب بطرس لانه قريب ليا، قريب لينا في وقعاتنا وضعفاتنا واندفاعاتنا واخطائنا وفهمنا الخاطئ عن نفسنا وقدرتنا، ده احنا هنعمل ونسوي ونطلع على فشوش زي ما بيقولوا. لكن ما سابش المسيح، انكروا لكن ما سابوش، لخبط وسب ولعن المسيح قصاد جارية لكن فضل في الكنيسة. ما هو فضل مع التلاميذ دي يعني ايه؟ فضل في الكنيسة، فضل جوه الكنيسة. وعشان كده المسيح جاله واداله رسالة خاصة جدا، رسالة خاصة انه ايه؟ يا سمعان ابنيون تحبوني اكثر من هؤلاء، ارعى غنم. ويكررها عليه 3 مرات وفهم فيها بطرس نغمة العتاب، فقال له انا عارف، انا عارف عمايلي وحش لكن بحبك. تهالي دي سهلة، كلنا بنحب ربنا، كلنا نقدر نقول له فعلا يا رب بنحبك رغم اخطائنا. عشان كده الشاطر اللي يروح باخطائه وخطاياه قدام ربنا ويقول له انت الوحيد اللي عندك، اللي عندك ال 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 الخلاص، اللي عندك الفداء، اللي عندك المسح خطيتي، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، ان كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. عايز اقول انه اعتقد اللي نطلع بيه انه محتاجين جدا نحط كل رجائنا في المسيح، محتاجين جدا انه نحط همومنا قدامه. شغلتنا نفكر في بكره، مش شغلتنا نفكر في بكره. عشان كده هو وصانا بالنهارده، النهارده دي علشان اعتقد النهارده مفهومه اللي دوري ان انا افكر فيه، زي ما بقول لكم زي الطالب اللي محتاج يوزع المنهج على الفتره اللي فاضله لحد الامتحان. لكن يجرى ايه بعد كده مش شغلتي،
مش شغلتي. شغلتي ان اجاهد ضد الخطية، امشي من الحتة الوحشة، ابعد عن القعدة اللي فيها كلام بطال، اني ابطل افكر في الحاجات اللي بتبعدني عن ربنا. دي شغلتي، شغلتي اجاهد. اما النصرة من عنده، هو اللي يقول لي كلمته القادرة. خلوا بالكوا، كلمة المسيح على كلماتك دي هي نفسها الكلمة اللي ايه، هي اللي خلقت. كلمة قادرة، قال الله ليكن فكان. فكلمته هي دي اللي ايه، اللي عليها رمى بطرس الشبكة، واللي علينا عليها ممكن نرمي احنا شبكة حياتنا، بس بشرط نكون ايه، بنسمعها بوضوح. عشان كده المسيحية مش دعوة لإلغاء العقل، لكن دعوة للتسليم للمسيح. بس دول للذين يحبونه، للذين، كل الأشياء تعمل معا للخير، مش مطلقة، لكن للذين يحبونه. شغلتي أحبه قوي من كل الفكر ومن كل القدرة، كل ما امشي في ده، كل ما كل الأشياء تعمل معا للخير، مش تمن لكن نتيجة طبيعية. مشيت معاه تاخد من اللي بيديه، مشيت ورا الدنيا تاخد مقلب، آسف في التعبير. زي ما في ناس كتير قوي مشيت ورا أفكار وبعدين وقفت في وقت من الأوقات في حياتها وقالت حصدت إيه، أخدت إيه من اللي عملته. صدقوني سمعتها من كثيرين، أنا عملت اللي عملته ليه؟ بس يمكن لأنه كان مركز قوي في شغله، كان مركز قوي في النجاح، كان مركز قوي في انه مش عارف يجيب ايه، يحقق ايه. وفي وسط ده راح منه وقت كان مهم قوي لبنيانه الروحي، راح منه وقت كان مهم قوي لاسرته، راح منه وقت مهم قوي لاولاده. عايز اقول انه محتاجين ان احنا نفكر كويس قوي ازاي انه نسمع صوته كويس، ويبقى دي طلبتنا دايما. سمعنا صوتك يا رب بوضوح، هدي الدوشة بتاعت الدنيا اللي بتشوش على سماع صوت ربنا. دي حاجة مش بتاعت يوم ولا بتاعت سخونية بعد وعظة، دي حاجة بتاعت كل يوم. أسس حياتك على، عشان كده ان احنا متأسسين متأصلين على المسيح صخر الظهور. انتم، بولس الرسول يقول كده، انتم متأسسون. الأساس بتاعنا هو المسيح، واللي يقوله لي أعمله، واللي يقوله لي في كلمته هو الصح. حتى لو كل الناس قالوا إيه سيبك صعب مش عارف إيه، يقول اللي يقولوه. أنا على كلماته ألقي شبكتي، لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين.